صباح الخير. خليل اليوم طلع على بكير، كان بدي اقول لك مشان نطلع سوا على الشركة. شوفي ليلى، من امبارح لليوم ما عم تدعى تليفوناتي، عندك شي فكرة ليش ما عم ترد علي؟ ايه انا قلت لها امبارح انه ما عاد بدي اشوف وشك هون. وطيب وحضرتك ليش عملتي هالشي؟ مثل ما بتعرف في عالم ما بيصير يفوتوا لهون يا علي. بتوقع انه ما في داعي ذكرك بماضي هالبنت، ما هيك؟ قصدك ماضي البنت ولا ماضي عيلة البنت؟ هالبنت مستحيل تأذيكم، وانت بتعرفي هالشي ومتأكدة. حتى لو كانت مثل ما عم تقول فهي ما بتفرق عنهم، وبما انهم اهلها وهن ربوها فاكيد متأسرة فيهم. انا لهلا ما عم بفهم حضرتك كيف بتفكري. هاي البنت بدها تجي على هالبيت، يعني اذا كان بكيفك ولا غصب عنك. ست حنان، كان بدي اسألك عن اخوها لشيرين. معين احكي لي عن اخوها وبس. منيح، كتير منيح. الدكاترة بالمصح قالوا انه فيها تاخده بأي وقت على استراليا، ويمكن قريبا مسافرين. قصدي لما قلت مسافرين بقصد ثلاثة طن، يعني بشكل طبيعي سليم رح يكون معهم. بعدين انا ما بتوقع يصير غير هيك. سليم عرض الزواج على شيرين. يعني برأي سليم حياتهم بأستراليا بتصير سهلة أكثر، خصوصا مشان أخوها. أنا عم أحكي عن أخوها، عم جاوب على سؤالك. أوف، ما أغلظتك براء، بلا هالمزح. هذا أنت؟ فهمني شو عم تعمل هون؟ بتعرفي حبيبتي كان لازم ضل مغمض لك عيونك لبين ما تتذكريني. اي كنت رح اتذكرك حتى لو ما اجيت وغمضت لي عيوني. لا تاكل هم. صار لي نص ساعة قاعد وانا عم راقبك، بس انتي ما انتبهتي علي. بصراحة كنت مشغولة بشغلات اهم منك. ايه، بما انك اجيت لهون معناتها اكيد في عندك حكي مهم. لا، ما في شي بنوب. مين براء؟ ليش عم تسأل؟ عفوا، شو دخلك؟ شو عم تغار؟ إذا بيلمس شعرك أو وشك كنت رح أطق من قهري. وصدقيني إذا بيقرب حدا عليكي يمكن موت قبله. هي إذا ما لحقت أقتله وأخلص منه طبعاً. إذا بدك تغار علي روح دور على غيري. إيه بس أنا ما بقدر غار على غيرك. طيب إذا هيك غار علي. والله عيب عليكي، يعني استحي على حالك. أنا بجيب لك هدايا على طول، وأنت كل الوقت عم سفيني. على فكرة عزيز، ما حدا كان طالب منك شيء. آخ يا معدتي. شبك عزيز؟ معدتي عم توجعني. حاجتك كذب بقى. مو ما عم كذب عليك، عم توجعني. طيب احكي شو اكل. يا الله شو صار لي، كاني تسممت. الاحسن تقوم تروح على شي مستشفى. ماشي. اتصلي فيني، بجوز موت وما اقدر احكي معك. مشان الله بلا حكي فاضي. إذا متت بتزعلي؟ خليني روح، تعبت كتير. طيب خليني أقوم وصلك لسيارتك. امشي. كتير موجوع؟ لساتك عم تتوجع؟ رح موت من وجعي. هالوجع إجاني فجأة. زكي كل شي هون بأمانتك، دير بالك. ايه لا تاكل هم ابدا، هن الاغلى من عيوني. الله ما يلا امل بخاطرك.
يمكن ما يكون في تغطية هنيك، ما تخافوا ماشي؟ يعني ما رح نقدر نحكي معك أبدا؟ ما بعرف، لشوف التغطية هنيك. طيب أنتوا حاولوا تحكوا معنا. خلص أكيد رح نحاول. يلا يوسف. نحن بنتصل فيكم لما بنلاقي شي مكان فيه تغطية. طيب ترجعوا بالسلامة. الله يسلمك. ماشي يلا باي. باي باي. مع السلامة. باي يا حلوين. باي باي. إلينا باي. باي باي. باي باي. باي. يلا إلينا باي. هي. مرحبا عمر. أهلين. قالوا لي إنه معين يمكن يكون هون. تعي دينا تعي، هلأ بيجي هو. رح تجوا عالمينا مشان تودعوا مريم ومصطفى مو هيك؟ إيه طبعاً. وين راحت كمان؟ في ناس عم يستنونا. أنا متأكد إنه شيرين من بين الناس اللي عم يستنوكم. مزبوط، حذرت. خير إن شاء الله. سمعت إنه بدها تاخذ أخوها على أستراليا. إيه، بس القصة مو سهلة أبداً. أصلاً أنتِ إذا بتعطيها لشيرين شغلة سهلة أكيد تعتبرها حقارة. بدها دائما الشغل صعب لحتى تثبت قوتها. ما في حدا بيعمل بحاله هيك بس منشان يثبت انه قوي. هلا شيرين بحاجه لانه الناس يوقفوا بجنبها. حسب ما عرفت انه في حدا جنبها. يعني انت مفكر حالك بتعرف كل شيء مو هيك؟ شوفي دينا، اذا بدك تدافع عن حدا ما بيستاهل فبلاها احسن. ما انا بحاجه اني دافع عنها بنوب، تاكد من هالشيء. بتعرف شو عملت لما انت بعثت لها ورقه الطلاق لعندها؟ شو ندمت؟ لا، حملت حالها واجت لهون. اجت من استراليا، اجت من شان تشوفك انت. بس انا اتصلت فيها وقلت لها انك خلص وقعت على الوراق ومانك فاضي ترد على حدا او تحكي مع حدا. انت مفكر ان اجت لهون من شان زواجي مو هيك؟ بس كان لازم تعرف انه مو هذا السبب، وكان لازم تفكر شوي. هلا بدك تقول عني انه انا وحده ممله، بعرف، بس بدي اقول لك شيء مهم كتير. كانت اللعبة لساتها بالشنتاي، بس منشان تقلنا وتفهمنا انه هي لساتها مثل ما هي وما تغيرت ابدا. بس انت للاسف ما قدرت تفهم هالشي. انبسطت كثير منشان اخوكي، بس على الاغلب لما بنرجع بتكوني انت سافرتي، مشان هيك اجيت تشوفكن وودعكن. يعني يمكن تكون هاي اخر مرة بنلتقي. لا شيرين، لا تقولي اخر مرة. بحياة الله لا تجربوا تبكوا قدامي، أنا مو من الشباب اللي بيتحملوا البكي، كتير بتضايق. خلصنا بقى أنت وياها، لا تقلبوا غم. لا تصدق إنه راح يتأثروا، ها، لأنه بعد ثواني بتلاقيهم رجعوا مثل ما كانوا. شو طمني، صرت جاهز كابتن؟ كله تمام، الجو كتير حلو اليوم. إذا انبسطتوا برحلتكم رح نفكر نطلع أنا وعمر. أكيد، هذا إذا قدرنا شي يوم نهرب من الشغل. فعلا حتى اليومين اللي بدنا نطلعهم اخذناهم بالزور، اشغال عمر بيك ما بتسمح له ابدا يرتاح. اي بسيطة، طالما قدرتي تقنعيه انه يطلع معك فما بقي شيء صعب عليكي ابدا. بس ادعي لي يا مصطفى ما ياخذ الكمبيوتر معه. بس اكيد بياخذه معه. يلا طلع، هاي هن. اهلين خليل. شو لسه ما اجى علي؟ جاي جاي علي، ليكوا على الطريق. مرحبا مصطفى. مرحبا. اهلين. انتبه على حالك منيح. تمام، كيفك؟ مرحبا عمر. مرحبا خليل. اهلين. كيفك منال؟ وين مريم؟ ليك واقفة مع شيرين. تروحي وترجعي بالسلامة. الله يسلمك يا رب. إذا بتريد نادي لها حابة أشوفها. والله أنا عندي فكرة أحسن. إن شاء الله تنبسطوا، ديروا بالكم على حالكم. إيه أكيد، حاولوا تعملوا مثلنا. أي حلوة. يا بيك اخذت كثير من الدواء اللي وصف لك يا الدكتور، بلكي تعبان منه. روح هلا اطلع شوف يجي الدكتور. يلا روح. اخ يا راشد، لك العمل يضربك. والله اذا ما قدرت روح على مشواري المساء بدي كسرك تكسير، بدي اذبحك. علي اذا صار اي مشكله بدي اياك تعرف انه انا مالي علاقه. لا تاكلي هم، ما راح يصير شيء ليلى، لما بكون انا معك ما حدا بيحكي. يلا تعال. يلا. لا لا لا، اي والله اذا حبيتوا بس كثير بعدنا على حالنا، لا تخاف. يلا خلص. مرحبا كابتن. هي اجى علي. هلا. اهلين علي. لك اهلين. مرحبا مريم.
اهلا وسهلا. كيفك؟ شو ليش تاخرت لهلا اولى؟ ايه لبين ما اقتنعت انسه ليلى تجي. كيفك يا حلوه؟ اهلين علي، كيفك ليلى؟ اشتقت لك. انت عم تذكريني بعنات حدا بعرفه. ايوه اسمعي، كان في حدا عم يحكي علي. مصطفى كان عم يقول شوفوا شيرين قديش طالع حلوه، انا كنت عم اقول له حكيت مظبوط، معك حق. فكر اني رح صدقك ما هيك؟ لا لا بصراحة، نحن كنا عم نحكي على التشابه بينك وبين الأنسة ليلى. ايه وبشو بنشبه بعض؟ اتنيناتكم بتعرفوا تحرجوا الواحد. حدا شاف لي سليم وين راح؟ مرحبا عمر. أهلين منار، كيفك؟ أهلين سليم، كيفك؟ مرحبا. أهلين يا هلا. مين هاد سليم؟ صديق شيرين. تعال. ايه شو طلع معي؟ الدكتور قال انه ممكن يكون تسمم غذائي. ايه وشو الحل يعني؟ انا عندي شغل اليوم، ما بقدر ضل نايم لبكره الصبح. والله لازم تبقى لبكره عزيز بيك. بس بتعرفي الحمد لله انه في ملاك حلو مثلك هون. رح تبقي معي هون؟ لا شغلي بعد ساعه بيخلص، بس قبل ما امشي رح مر لعندك. رح امر لعندك قبل ما اطلع. بتعرفي منار، عم فكر قبل ما ارجع على استراليا اعمل لي روحه على شي حمام. بتعرفي شي محل تنصحيني فيه؟ انا مو كل هالقد بفهم بالحمامات التركيه، اكيد عمر بيفيدك اكثر مني. ما بنصحك ابدا، لانه نحن الاتراك قاسين كثير. عن اذنك يمكن تروح فيها. ماشي. مرحبا. اهلين. اهلين. اهلين شيرين. سليم تعال شوي، بدي اعرفك على ليلى. كثير منيح، وهيك بكون تعرفت على العيلة كلها. كأني نكتت نكتة غليظة، ما هيك شيرين؟ انت لاحظت انه انا ما سلمت عليهم؟ لاحظت هالشي. لكن شو اللي اخذك لعندهم؟ قلت خليني اكون اجتماعي شوي. منار كانت عم تحكي عن ذكريات خاصة بيناتهم هن الاثنين، بعدين قالوا انه طالعين على حمام كبريتي، مشان هيك شدني الحديث عن هالقصة، لأنه قالت لي هي المي بتفيد كثير وبتقوي الجسم كمان، وممكن تخلص الواحد من كثير أمراض. طيب ماشي، تعال. ايه يا معلم، هاي ليلى معك. شو بدها؟ مصطفى احنا رفقه، وبس رفقه كتير كمان. مصطفى شو هذا؟ لا بس احتياط مشان المشاكل. عن اي مشاكل عم تحكي؟ في بالعاده بيهاجموك القراصنه مثلا؟ ما بنعرف يا علي، ما بنعرف، طريقنا طويل. مصطفى مشان الله ما تحكي معي حكي بلا طعمه، السلاح ماله اي لزوم بهيك رحله. مريم بتعرف انه معك؟ لسه ما صار فرصه لحتى. شفت ليك، يا بتتركه هون برضاتك يا اما والله العظيم بطلع بخبره وبفضحك. انتوا طالعين رحله ولا رايحين على الحرب؟ شو هاد؟ لما بترجع من رحلتك بتاخده. معناتها باخده منك بس ارجع. طيب انا هلا وين بدي اروح فيه؟ فهمني. روح حطه بالسياره بسرعه. أنا شعب عدلكم بطة. لك دخيله الشطورة. لا حبيبي تعال تعال. لك عجبك على القصة؟ هي أنا مريض بالمستشفى وما حدا إجا زارني. حكيت من شوي مع حسني وقال لي جاي على الطريق. منيح، بنضحك شوي. بركي إذا إجا منغير جو معه. يلا بحاسر الأمر. أول ما طلعوا معكم الشبكة حاكونا مشان نطمن عليكم. باي باي، الله معكم. ديروا بالكم على حالكم. اشتبوا على حالكم شباب. ها البحر هادي على حظكم. باي باي. روحوا الله معكم. باي باي. ديروا بالكم على حالكم. حاضر حاضر. باي يا حلوين، الله معكم. الله معكم. اشتبوا على حالكم، يلا باي باي. كلوا سمك كثير. ها ايه اكيد. باي. هلا بدي اخذك على محل واسهر فيه للصبح، شو رايك يا حلوه؟ ولك لا تمشي كثير يا حمار، هلا بتتعبها.
عمري انت. شو لساته نايم الحلو؟ ايه لسه. المهم انا وانت بقينا لحالنا واخيرا. يا الله شو حلو الجو اليوم. خليني اشيل هدول من هون. تصبح على خير. وانت من اهله سليم؟ انت عم تنتظر جوابي ما هيك؟ طبعا عم انتظر جوابك، ورح ابقى عم استنى لبين ما تجاوبيني، وما في داعي تتذكري هالشي كل ما كنا مع بعض، يعني مشان نرتاح بالتعامل. معك حق. هلا روحي اطلعي ولا تفكري بأي شيء، وإذا حبيت تفكري بشيء فيا ريت يكون موضوعنا وبكره بتحكي لي. تصبح على خير سليم، بشوفك بكره. وأنت من أهله شيرين. شو حلو هالمنظر. أنا رايحة أجيب فواكه. ماشي موافق. أنا اليوم هو يومك يا أبو العز. انبسط، قربت تخلص. من أي وحدة بدنا نشرب؟ هاي؟ ماشي أعطيني لقمة. لك اللي رجع الثانية. مريوم؟ شوفي أنا وياك وين هلا؟ مو هذا هو كان حلمنا من زمان؟ مو المهم وين نحن هلا، المهم نحن مسافرين مع بعض ولحالنا وبعد عن الناس. أنا بدي أقول لك شغلة، إنه أنا بحبك، بحبك كثير بس ما عم بعرف شو. أنا طيب حاول إلا ما تلاقي شي طريقة. ماشي. يا سمكات يا طيور يا هوا، لك أنا بحبها لهي المرة، بحبها كثير كثير. سمعتوني ما؟ شاش تعيط مصطفى هلا بفيه الولد. أنا ما شاء الله مريم كثير وجنن فيها على الآخر. ما عرفتوني؟ لك أنا مصطفى المجنون. فأنا شكلي تقلت كتير بالشرب، حاسة راسي تقلان. وأنا كمان سكرت بس من كتر ما بحبك. حضرتك عزيز بيك مو هيك؟ في أي شكوى عندك؟ لا أنا مرتاحة كتير شكراً. الصبح إن شاء الله بتخرج من عندكم. لازم تنام شوي مشان ترتاح. بدي أسألك حضرتك الصبح بتكوني هون؟
لا انا بالمناوبه الليليه والصبح بيكون دور غيري. تصبح على خير. وانت بخير. شوفي. ما في شي حبيبي، ما في شي. أنيني وقعاني بعمرك. طيب خلينا نروح ننام، أنا تعبت كتير مصطفى. إيه يا حبيبي، بس اليوم بدنا ننام تحت النجوم، ما بدنا نفوت لجوا أبدا. طيب مثل ما بدك حبيبي. يلا خلينا نقوم لفن. يلا مروق أنت حبيبي، مروق. أنا جاية وراك. انتبه حبيبي. اخ انت انتبه. شباك حبيبي. ما صار شيء، بسيطة. بدي اتسطح هنيك انا. لك العمى بقلبكم شو بتسهروا؟ كنت رح اتجمد من بردي. جهز لكم اياها خصوصي مشان انتوا تنبسطوا. انبسطتوا؟
اخذنا عينه من الدم واخذنا افاته، صار فيكي ترجعي على البيت. ما بدي روح. ما في داعي تضلي هون، الاحسن انك ترجعي. بدي ضل هون واستنى مصطفى لحتى يرجع. تركتني مصطفى، بترجعك ترجع. ليكو شباب، ما رح خليك تطلع عليك طبعا، بس رح تحصل جنائي معك. بدي اطلع فاروق وشوف شو اللي صار. اي تفصيل صغير ممكن يكون دليل يفيدنا. أنا لازم أطلع لفوق وشوف شو صاير. ليك الله في دم الخير، مو معقول. معقول يا شباب، ضلوا هادي. ما عم صدق إنه مصطفى مات. في دم كثير. خلوا الشرطة تشوف. في دم كثير. في دم كثير. فاروق معه حق، لازم نخلي الشرطة تشوف شغله. فاروق وينه أخي مصطفى؟ عم ندور عليه بكمان، حتى بالبحر كمان. طالما لهلا نحن ما لقينا الجثة، احتمال كبير يكون عايش. يا الله شو هالمصيبة. حضروا حالكم لكل احتمال. تأكد يا فاروق رفضائي اللي عمل هالعملة، حتى لو كان موجود بآخر الدنيا رح لاقيه، وأحسن الله ما خليه. يا رب. عزيز بيك، عزيز بيك. شوفي. صباح الخير. صباح النور. في جماعة عنا حابين يشوفوك. جماعة؟ فيك توقف وتمشي معنا؟ لا، أعطينا ملف المريض لو سمحتي واندهينا للدكتور فورا. خير إن شاء الله. ليش فجأة صرتوا هيك مهتمين بصحتك هالقد؟ أنتوا من المشفى شيء؟ نحن من قسم الجنايات بالشرطة، وفي شكوى مقدمة ضدك. أيوة. مريم، مريم، مريم. مصطفى راح يرجع. مصطفى راح يرجع. مصطفى راح يرجع. أنا بعرف إنه راح يرجع. بعرف إنه راح يرجع. خلص ماشي. الملف اللي بين ايدينا عم يقول انه عم ينام بالمشفى وما عم يطلع، قلنا شو مرضه؟ احتمال كبير يكون متسمم. طيب فيه يطلع؟ يعني امتى رح تخرجه؟ اذا ما شفت التحليل ما فيني اقول لك شيء. بعدين انا هون المسؤول عن هذا المريض، ما رح اقدر طالعه لحتى يتحسن. انا رايح اجيب لك شيء تشربه وماشي. لا تخاف، اكيد رح نعرف شو. هلا مو مبين معنا شيء. Thank you.
جد الوضع صعب. الله يكون بيعمل الله يسعدك. لا ما حدا عرفان كيف صار الحادث. امشي غني. خلص مريم اهدي. وين مصطفى؟ علي وين مصطفى؟ خليه يرد علي. وين مصطفى؟ اخذته على المستشفى ولا وينه هلا؟ اسمعيني مريم. وينه؟ ما بنعرف وين. شو قصدك؟ كيف ما بتعرفوا؟ شو يعني؟ وين اختفى؟ وين راح مصطفى قال لي؟ مريم لازم نرجع البيت هلا. ما رح ارجع البيت اللي وينه مصطفى؟ عم انا وين رايح؟ طيب انا جاي معك. وين رح تتركني مصطفى؟ مريم تعي لهون. مريم اهدي. بدي لاقي مصطفى. خلص ارجعي لوين بدك تروحي. خلص اتركوها. بدي لاقي مصطفى. مريم مصطفى. مريم اسمعيني شوي، ما في تروحي يا محل. ما رح اتركك. راح وما قدروا يلاقوا له مصطفى. خلص معناتها انا ما رح تستفيدي شيء. ما في تروحي، عم اقول لك ما رح تستفيدي شيء. ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش ما رح استفيد؟ ليش ما رح استفيد؟ ليش؟ لانه لو بده يرجع كان رجع. عم تفهميني؟ انا ما عم بقدر صدق. خلص حبيبتي اهدي. قولي بالك حبيبتي. طولي ما بدي يصير مشي. يا ربي مشان الله ما يصير مشي. مصطفى ما رح يموت. خليل. يوسف ما له خبر بشي بلوم، لساته نايم من الدواء. يا حرام. شافوا المنوم بقنية الشرطة وفحصوا دم مريم وطلعت أهلي منوم. أكيد في حدا جاي على السفينة وقت متأخر وما بيعرفوا، وهن كانوا تحت تأثير المنوم لهيك ما حسوا على شيء أبدا. واضح انه مصطفى قاوم كتير مع انه كان مجروح وعم ينزف. الظاهر انه انتقتل. كل السفينه مليانه بالدم. كان في دم كتير بالارض. وبعدين الظاهر مصطفى وقع بالبحر، ويمكن يكونوا وقعوا اثنين وهن عم يتقاتلوا. الشرطه عم تدور بس ما لقوا حقها. علي راح ينهار مو قدران يتحمل. عمر عم بيحاول يكون قوي بس بعرفه. انا حاسس بيه كثير مقهور من جوا. ما بيتحمل فكره انه يعيش بلا مصطفى. نحن شاكين برجاله لداود لانه اتهموا مصطفى بموت داود. بيجوز حدا منهم اجى مشان ينتقم من مصطفى، وكمان يمكن يكون عزيز له ايد بالموضوع، إلو إيد بالقصة اللي صارت مع أخونا مصطفى. مبارح اجى على المشفى وعم يقولوا إنه قضى كل الليل هون، والشرطة أخذت إفادته. منيح. أنا رايح أشوفه. لو سمحت ممنوع حدا يفوت. لو سمحتوا إذا بتريدوا. شو عائلة أصلان باش جاية تزورني؟ أنا حكيت كل شي عندي للشرطة. بعدين معلقي لي سيروم معناها أنا مريض وحالتي صعبة، لازم أبقى هون. أنا عرفان منيح شو هو مرضك عزيز. عمر أصلان باش، أكيد أنت ما عم تراعي صحتي بالمرة.
ايه صحيح والله، انا سمعت باللي صار مع اخوك. ان شاء الله بسلامة عمركم. بس خلاص اللي مات ما رح يرجع. انا برايي تنسوا القصه وترجعوا لشغلكم وحياتكم. شو انت بدك تنصح على شو رح عملوا لك؟ انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ شو دخلك؟ علي لو سمحت شو دخلك؟ اطلع لبرا، اطلع لبرا. شو دخلك؟ عم تفهم؟ دعلي بيك. عزيز، اكيد رح نتواجه. امشي يا عمر. شو علي بنتواجه؟ هالحقير عم ينصحنا كمان. يا شباب بهي الطريقة ما رح تستفادوا شيء. عزيز ما نو متهم ونحن عم نشك فيه. إذا تصرفتوا بهي الطريقة رح يصير الحق عليكم وعليكم. اسمعني منيح فاروق. ألو. لقوا واحد من رجال داود كان يضل معه بالفترة الأخيرة.